لو الحكاية فيها إن فيتو عملتوا إيه في الامتحان النهاردة؟ الحمد لله الامتحان كان سهل النهاردة، يعني امتحان الإنجليزي كان صعب شوية، يعني حلينا الامتحان في نص ساعة كده الامتحان الإنجليزي، والامتحان الجغرافيا يعني كان سهل شوية يعني حليناه في ربع ساعة، وامبارح قلت امبارح السيستم كان واقع والنهارده يعني تمام يعني مفيش مشاكل. يعني السيستم النهارده معاكم كان شغال تمام مفيهوش اي مشكله؟ ما فيش اي مشكله الحمد لله، فتح معاكم تمام ما كانش فيه اي تعطل ما كانش فيه اي حاجه اقل يعني الموضوع كان شغال معاكم غير المره اللي فاتت غير الامتحان الاول. النهارده كان الموضوع مختلف تمام يعني في تطور يعني في النظام والسيستم يعني ما وقعش.